الخميس من 10 لنص نهار مع حازم بوشيبة على كابا فام. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، تحيه كبيره ليكم، ان شاء الله تكونوا بصحه وخير وعافيه. طوال وقت تحديدا 11:05 باش نمشيو لحراير تونس تطويتا. حراير تونس باش نحكيو على تداعيات نظام الاشتراك في الملكيه على العلاقات الزوجيه. حاضره معنا دكتوره في علم الاجتماع وناشطه حقوقيه سيده ابتسام الغبري. مرحبا. مرحبا بك مدام، ومرحبا بكل مستمعين اذاعه كافة. شكرا ليك. اذا باش نحكيو على الفصول 14 و 15 من قانون 98 1998، قانون الاشتراك في الملكيه اللي اعطى الحق لكل واحد من الزوجين القيام بجميع الاعمال الراميه الى حفظ الاملاك المشتركه وادارتها كذلك، والانتفاع منها والقيام بجميع الاعمال النافعه التحسينيه ماديه كانت او قانونيه. ينتهي العقد الاشتراك بوفاه لا قدر الله احد الزوجين او بالطلاق او بتفريق املاك هما قضائيا او بالاتفاق. هذا طبعا خلينا نعرف معك شويه تداعيات النظام هذا على العلاقه الزوجيه، ينجم يكون عنده تاثير؟ اكيد جدا. هو النظام هذايا اللي جاي به القانون مفصلين 14 و 15 قانون 98، الهدف منه هو حمايه الزوجين ولا حمايه الزوجه اكثر منه في إطار حماية حقوق المرأة والضمانات، معناها الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين، وكل ما يخص معناها التدابير الحمائية من العنف القائم على النوع الاجتماعي. هذا القانون يندرج في إطار القانون الاجتماعي، هدف منه كذلك حماية الأسرة، ضمان التوازن متاعها، تماسكها إلى غير ذلك. إلا أنه هذا النظام كان سلاحا ذو حدين. فوالا، شنو هي المعضلة أو المشكل في هذا القانون التونسي اللي حسب ما تبعت عكس القانون الفرنسي في حاجته؟ أنه في حالة القانون هذا على قد ما يحمي، على قد ما أنه في حالة الانفصال أو حالة وفاة أحد الزوجين تقع المشاكل، تثار عديد المشاكل. كيفية تصفية الأملاك، الأملاك كيفية تصفية المشترك بين الطرفين. ودونك لهنا ممكن حتى نعرجوا على التمثلات الاجتماعية لهذه الظاهرة. كيفاش يراها الفاعل الاجتماعي، كيفاش يتعامل معاها، كيفاش يتطورها في ذهنيته، كيفاش انه يتعايش. بالنسبة لي وحتى بالدراسات وحتى بال معناها بديزونكيت صارت انه الكثير من الزواجات تبطل على خلفية عدم القبول بالاشتراك في الأملاك. باهي، تو احنا كي باش نحكيو على الاشتراك في الاملاك ما بعد الزواج والا حتى ما قبل الزواج يحسب؟ هو القانون واضح. القانون يقول لك ما بعد الزواج بما فيه العقارات، بما فيه من العقارات. دونك اما اللي يحب اللي هو رغبه منه يكتبها اللي ما قبل الزواج، وما تدخلش في اطاره الوصيه، وما تدخلش الهيبه، وما يدخلش الارث، وتكون الا العقار. ايوه، اشتراك الا في العقار، الا في العقار. دونك عدم الاطلاع معناها بصفه دقيقه على هذا، على هذه الفصول، يجعل حتى في بعض الزواجات تبطل في اخر لحظه على معناها على خلفيه رفض الاشتراك. دونك حبيت نقول اللي هو هذا من ضمن السلبيات نتاع نظام الاشتراك في الاملاك، من المساوئ. هو ينجم انه علاقه معناها الحتميه نتاعها تتوج بعقد القران، يقتل عقد القران على انه عدم القدر الموافقه على الاشتراك في الاملاك. تحسوا كل رعب هكا شو يدخل في العائله. وكانه ولا هدف معناها هو جاء بحمايه الاسره ولضمان التوازن نتاعها. الا انه في تمثلات المواطن التونسي اصبح انه معناها لا ضروره الاشتراك في الاملاك، وذلك يرجع لعدم الاطلاع المفصل على هذا القانون. المهمه اللي شكون توكل هنا؟ مهمه عدل الاشهاد، مهمه شكون اللي لازم يفسر للزوجين؟ عدل الاشهاد هو راه في اخر لحظه
لحظه هو وقت اللي اي باش يسالهم سؤال بسيط اللي باش يقول له موافقين على الاشتراك في الملكيه، باش يقولوا موافقين قدام الناس باش يقول اي باش يفسر لهم يقول لهم ها هو هكا هكا. اما ما فيها باس لو كان الزوجين قبل عقد القران يطلعوا على هذا القانون وياخذوا قرارهم بصفه واضحه، ودونك مش يخلوا القرار هذا لاخر لحظه قدام عقد الاشهاد وهو يقوم باجراءات معناها عقد القران ويسال السؤال ويقع يخذ مساحه اكثر وقت اكثر في انه يبقى يفسر في حيثيات هذا النزاع واطر التحرك فيه، وهاو شنو تنجم تضيف له، هاو شنو تنجم تنقص منه، هاو حدود هذا النظام، كيفاش معناتها طرق تصفيه المشترك في حاله الانفصال في حاله وفاه. اللي نعرفوه اللي فيها عديد من التعقيدات بالنسبه في الاجراءات سواء كانت قانونيه او غيرها هكا. نعم هي قانونيه او اجتماعيه. فوالا. وربما احنا اللي تهمنا لهنا اليوم ويلزمنا كلنا مع بعضنا وسائل علامة أخصائيين أكاديميين مجتمع مدني، يلزمنا نرجعوا هيبة مؤسسة الزواج. هذا هو اليوم مؤسسة الزواج باقية تخسر في قيمتها الاجتماعية، دونك ماذا بينا لهنا هذا كل يدخل في إطار التوضيح وفي إطار معناها أن نحطه على السكة الصحيحة، وأنه راهو مش مشكلة هو اشتراك ولا عدم الاشتراك ولا تقع توعية كبيرة فيه في النظام هذا على النظام هذايا والقوانين هذه ضمانا لسيرورة مؤسسة الزواج وعدم تعطلها في أي محطة من محطاتها. طبعا احنا ما نحبوش حتى قانون يكون يعرقل الحياة الزوجية وإلا يصير سوء تفاهم وتولي برشا حسابات، خلينا نقوله مبنية على الحسابات، يحط المؤسسة في إحراج كبير وأنه يكون الحل هو اللجوء إلى الطلاق والانفصال. ومن الطلاق لا قدر الله باش تشوفوا من بعد العديد من التعقيدات الإجرائية كما قلنا القانونية وغيرها. كذلك على الصغيرات كيفاش تكون التداعيات هذه، احنا تو مثلا نحكيوا على الاشتراك في الملكية بين الزوجين، ممكن بعد ما عادش يتفاهموا الصغيرات كيفاش باش يعيشوا في الجو المناخ هذا. طبعا ثقة كبير باش يصير لهم المناخ هذا هو مناخ توكسيك، مناخ مسموم جدا وحالة غير صحية اللي للناشئة. نعم باش نربيو صغيراتنا على اسس معينه وعلى مبادئ معينه، دونك الوضعيه هذه بتاع انه التمزق ما بين الام والبو، لانه تقسم بالشطر اذا كانوا عقار، بالشطر اذا كانوا معناها دار، اذا كانوا دونك هذا الكل باش يخلي الجو العائلي في حاله توتر واضطراب كبير، مما يؤثر على الحاله النفسيه على الصغيرات وعلى الجو العائلي عموما وعلى حتى العائله الموسعه. هذا هو بربي يزيد المقبلين على الزواج، ما تخليوش الزواج اعتبار حسبه بيناتكم، انت شنو عندك وانا شنو عندي. الابتعاد على كل الحسابات معناها. وبالحق دعوه من هناك من اختصاصي كأخصائية في المجتمع وكحقوقية، رجاء الزواج راهو باش معناها باش ينجر عنه صغيرات، والصغيرات أرواح بشرية، أما ما تدخلوهمش في الحسب. احسب بالصحيح من الأول قبل ما تقبل على القيام وعلى إنشاء لبناء المؤسسة هذه. طبعا من بعد وأنت سي بون أنشأتها، أعمل وقت على إنجاحها طبعا. وعلى تربية ناشئة سليمة وعلى اعداد مواطنين صالحين للمستقبل ويكونوا عناد هالبلاد هذيا. راهو اليوم ارقام مفزعه جدا في الطلاق. ومما نجر عنه زاد هالاخلالات هذيا وعداوة التوتر الدائم والاضطرابات انه انتشار الجريمه. هذا هو هذا هو أي من بين الأسباب. شكرا لك في كل مرة تدخل معنا، نستفيد منك برشا. مدام ابتسام الغابري دكتورة في علم الاجتماع وناشطة حقوقية، شكرا على مداخلتك المتميزة. شكرا. هذه تداعيات نظام الاشتراك في الملكية على العلاقات الزوجية، كان هذا موضوعنا في حراير تونس. حراير تونس التحقت بنا أماني تعالى من قسم الأخبار، خليت قسم الأخبار الكل جيد، جات فرحانة يظهر لي. قول لنا علاش. مبروك للولد خالي واللي هو خويا، دونك نعاود جيت فرحانه طايره بالفرحه الميكرو تاخدم. امل لحظه باش تعرفوا اللي امل رجعت، راهي الميكروات تتحل شي وقت، راهي جينجلوات نمشيو شي وقت.
عمالين بنعاني زعما. لا أمل مازلت بعد عودة الحمد لله رجعت لنا لاباس وبكامل صحتها وعافيتها رجعت أمولة ورجعت لنا الابتسامة المزيانة نتاع أمولة. تحب تجي أمولة تسلم على المستمعين؟ والله توحشك برشا أمولة. تجي شوي آخر كي تلبس الفيست نتاعك. أم أمين احنا من قبيلة وانا نسأل فيك تخرج ولا مازال؟ تخرج وبمونسيون تري بيان الحمد لله يا ربي. دونك ناجح وامتياز. نقدم تحية لروفة رأف الحاج محمد النوري ولد خالي وخويا وعزيز على قلبي برشا برشا. نقول لك مبروك يا روفتي فرحانت لك برشا برشا الحمد لله يا ربي. التعب ما مشاش خسارة ونجح بمونسيون كيف ما هو حب. ومبروك انت تاتا راضية بالخاصة تاتا بربي خاطر نعرفها نسلم عليها برشا ونقول لها ان شاء الله مبروك وهو زاد ان شاء الله الف الف مبروك وان شاء الله يعطيك الصحة يا امل. العقبة ليك عايش اختي يا امل. والعقبة لخوه ريان ان شاء الله يا ربي العقبة لخوه وان شاء الله ديما فرحانين انتم. عايشك ميرسي حذامي. دونك ميرسي زاد خنقول انا على اسمه هو ميرسي للفاكولتي كل الاستاذ نتاعو في الـ HEC ويعطيهم الصحة ويعطيهم الصحة زاد خاطر قرا على روحه وصل اللي حب عليه وان شاء الله يا ربي نشوفك دكتور يا روفة. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ديما متألق ان شاء الله ديما متميز. شكرا لك منى. كان عندك اي ديكاس اخرى الميلو مثلا هكا حد تحب تقدم ديكاس تفضل. يلا احنا مازلنا مواصلين معاكم المشوار نعمل عليك برشا امل بن سليمان في العوده للاغاني. يلا خلينا نسمع شنو اختارت اموله تسويتها.